الفنانة التشكيلية نور بهجت أول خريجة تقيم معرضاً منفرداً يتوج نتائج ورش الإقامة الهادفة لتأسيس استوديو فني بمواصفات احترافية. تصف التأثير الأهم على تكوينها الفكري في أثناء انضمامها لبرنامج الإقامة في غاليري أيام بمدينة دبي، حيث تعاون الفنان تمام عزام مع طبعا الكثير من الفنانين لإقامة هذا المعرض. إذن طبعا يسعدنا ان نرحب بالفنانة التشكيلية نور بهجت. اهلا وسهلا بك. اهلا فيكي، صباح الخير، نورتينا. بحب اشكرك على المقابلة وبشكر تلفزيون دبي. اهلا وسهلا فيكي، بما انك يعني طبعا فنانة تشكيلية مقيمة في غاليري أيام. يعني تشرحي لنا طبعا هذا يعني اكثر عن هذا الغاليري او هذا المعرض، ما هو الهدف منه؟ كيف أقيم؟ من هم الفنانين التشكيليين المشاركين في هذه أو في هذا الغاليري؟ أيام غاليري هو غاليري معرض مرسم، خلينا نتكلم نقول إنه هو معرض بضم مجموعة من الفنانين من الشرق الأوسط. صباح الخير مشاهدينا الكرام، ونرحب بكم في حلقة جديدة من دبي هذا الصباح، برنامجكم اليومي على قناة دبي الأولى. سنقوم بجولة حول أنحاء العالم من دبي وإلى كل أنحاء العالم إن شاء الله، وهناك العديد من المواضيع التي سنطرحها مع ضيوفنا الكرام وإن شاء الله ستنال على إعجابكم. إذن نبدأ بأهم العناوين لحلقة اليوم. الشخصية القيادية لدى الأطفال، كيف ننميها وننحدها وكيف نرسم أبعادها الإيجابية؟ في ملف اليوم نناقش الموضوع. استوديو فني بمواصفات احترافية، تصف التأثير الأهم على تكوينها الفكري في أثناء انضمامها لبرنامج الإقامة في غاليري أيام بمدينة دبي، حيث تعاون الفنان تمام عزام مع طبعا الكثير من الفنانين لإقامة هذا المعرض. إذن طبعا يسعدنا ان نرحب بالفنانة التشكيلية نور بهجت. اهلا وسهلا بك. اهلا فيكي، صباح الخير، نورتينا. بحب اشكرك على المقابلة وبشكر تلفزيون دبي. اهلا وسهلا فيكي، بما انك يعني طبعا فنانة تشكيلية مقيمة في باسورد، لأن الباسورد إذا انسرقت انسرق كل شيء منك. صحيح. فنحن بنستعمل شيء اسمه تو فاكتور اوثنتيكيشن، واللي هو ما يعرف إنه شيء بتعرفيه وشيء محمول. نعم. لتقدر تفوتي على أبليكيشن للبنك. حلو. يعني تحطي باسورد بجهازك المحمول بيكون في رقم، فأنت اليوم لتقدر تفوتي على المعلومات الشخصية صار تأكد من شهويتك الشخصية. أكيد. هذا أنت اللي فايتي، مش حدا فايت ياخذ لك المعلومات. الشغلة الثانية المهمة كثير هي التوعية. يعني في كتير ناس نحن بمجال الاي تي بنعرف، بس في كتير ناس ما بيعرفوا، ما عندهم هالتوعية على إذا وصل لهم إيميل من بنك ما بحياتهم وصل لهم عم بيطلب منهم يحط الباسورد واليوزر، شيء مش طبيعي. صحيح. لازم واحد ينتبه. صحيح. وما يكبس ويتلفن للجهات المعنية إنه وصلني هيك، هل هذا شيء طبيعي؟ فالتوعية هو جزء أهم شيء. أكيد أكيد طبعاً. واليوم يمكن صرنا في مجتمع لأن يتداول الكثير من هذه التطبيقات ويتداول الكثير من وسائل التواصل أيضاً، وكلها يعني مربوطة ببعض. في وعي الحمد لله. صحيح. ملموس، وايضا بوجود جهات مثل جهاتكم. صحيح. يعني نسعى دائما الى المحافظه. صحيح. على مجتمع امن من الجرائم الالكترونيه. أكيد. باذن الله. أكيد. طبعا نحن شاكرين جدا وجودك ويانا اليوم سيد حسام صيداني المدير الاقليمي لشركه سيمانتك في منطقه الخليج، ونتمنى لكم صباح سعيد ان شاء الله. شكرا وبالتوفيق. اذا مشاهدينا بنلتقي بعد هاي الوقفه الاعلانيه، خلكم ويانا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في فقرة حوار مفتوح. سنتحدث مع الفنانة التشكيلية نور بهجت عن أعمالها ومعرضها في حوار فني خالص. الفنانة التشكيلية نور بهجت أول خريجة تقيم معرضا منفردا يتوج نتائج ورش الإقامة الهادفة لتأسيس استوديو فني بمواصفات احترافية. تصف التأثير الأهم على تكوينها الفكري في أثناء انضمامها لبرنامج الإقامة في غاليري أيام بمدينة دبي، حيث تعاون الفنان تمام عزام مع طبعا الكثير من الفنانين لإقامة هذا المعرض. إذن
طبعا يسعدنا ان نرحب بالفنانه التشكيليه نور بهجت. اهلا وسهلا بك. اهلا فيكي، صباح الخير، نورتينا. بحب اشكرك على المقابله وبشكر تلفزيون دبي. اهلا وسهلا فيكي، بما انك يعني طبعا فنانه تشكيليه مقيمه في جاليري ايام. يعني تشرحي لنا طبعا هذا يعني اكثر عن هذا الجاليري او هذا المعرض، ما هو الهدف منه، كيف أقيم، من هم الفنانين التشكيليين المشاركين في هذه أو في هذا الجاليري؟ أيام جاليري هو جاليري معرض مرسم، خلنا نتكلم نقول إنه هو معرض بيضم مجموعة من الفنانين من الشرق الأوسط مثل صفوان داحول، مثل أسعد عرابي، نديم كرام، مهند عرابي، وتمام عزام، خالد جرار. كل حدا بيتميز بشي فيهم، منهم بيشتغل تعبيري، منهم بيشتغل يعني نحت، يعني عدد فنانين تشكيليين يعني عدد فنانين تشكيليين من الشرق الأوسط، مختلف المدارس الفنية. مختلف المدارس الفنية، جميل جدا. طيب خلينا نتكلم في البداية عن بداياتك الفنية، دراستك الأكاديمية، كيف وصلتي إلى جاليري أيام يعني؟ أوكي، دائما كنت بتمنى أنه فوت فنون، والحمد لله فتت كلية الفنون الجميلة واختصيت تصوير. ضليت 3 سنين، بعدين انتقلنا أنا وأهلي على دبي، بعدين رجعت، يعني ضليت سنة هون، بعدين رجعت كملت تخرجي، تخرجت وقدمت على ريزيدنسي بأيام جاليري. ضليت 8 شهور عم بشتغل، وحتى يعني بس خلصت الريزيدنسي انه شفنا انه في معرض. اوكي، وصار عملنا المعرض وشاركتي في هذا المعرض. يعني هي تعتبر اول تجربه لك، اول معرض لك. ممتاز. يعني كيف كان شعورك يعني نور لوحاتك موجوده؟ يعني شعور ما بنوصف، يعني العالم يعني الناس والنقاد والفنانين والنجاح، وانه وصلتي وبعمر كثير صغير. يعني انا بعتبر حالي محظوظه انه الحمد لله، يعني انه كان في مين يدعمني، كان الجاليري عم يدعمني، وفي دعم اهلي. يعني الحمد لله هيك. برافو نور. خلينا نتكلم ايضا عن من هم الفنانين الذين تاثرتي بهم. اللي انا تاثرت فيهم مو لوحدي. نعم، اللي انتي كانوا. هلا في كثير، يعني القائمه ما بتخلص. في فان جوخ بالوانه، بعجينته اللونيه، ايجون تشيلي بخطه، بعفويته، التكوين عند فرانسيس بيكون، التعبيرية، سوتين التعبير اللي عنده، جرأة الألوان، يعني الفنانين العالميين. الفنانين العالميين أكثر، لأنه بتعلمنا بالجامعة كان يعني أكثر متوجه للفنانين العالميين. أكيد الفنانين صرت أعرف أكثر وقت أجيت على دبي بالفنانين العرب. وهم كثر ما صار له، يعني سواء من دولة الإمارات أو أيضا الدول الأخرى. تماما. في عادل الساوي، فنان مصري، صفوان داحول، يعني هو استاذ الجميع، مهند عرابي، بما اني كنت يعني بالريزيدنسي وموجوده يعني معهم، هنن تمام عزام ومهند عرابي كثير ساعدوني بهي الريزيدنسي، الاقامه الفنيه. كثير تعلمت منهم شغلات وكثير تاثرت فيهم. يعني تمام. طيب نور، خلينا نتكلم ايضا عن المدرسه الفنيه التي تنتمين إليها، ما هي؟ هي التعبيرية. التعبيرية هي إنه أنا وقت أنا بدي أشتغل، يعني أنا عم برسمك مثلاً، هي إحدى لوحاتك طبعاً. إنه ما بدي، مو هدفي إنه طلع الشبه. أوكي. إنه أنا بس بدي أخذ تعبير، ممكن يكون بالوش، ممكن يكون بالقعدة، ممكن يكون بالعناصر اللي حول اللوحة. يعني تجمدين اللحظة أو تلتقطين اللحظة. بلتقط التعبير باللحظة. نعم. شوف طبعا ممكن تكلمين عن هاي اللوحة نور. هاي لوحة ميكست ميديا، كولاج واكريليك. جربت اجمع بين الاثنين لانه انا اجت فترة صرت اشتغل كولاج. يعني قررت اني اعمل ميكس يعني بين البينتينج والكولاج. جميل جدا. هل لك مزاج معين اثناء الرسم نور؟ مزاج معين. يعني ما فهمت كيف. يعني الفنانين لهم مزاج معين، يعني لازم تكوني in a good mood يعني او بمزاج جيد لتنتجي لوحة. ما دخل يعني هو ما كل احيانا بضل باللوحة يعني اسبوعين. أوكي. احيانا بتخلص معي بيوم، يعني يعني ما دخل. هذا مزاج. حسب المود، حسب المزاج تطلع اللوحة. نعم. تكلمينا ايضا عن اللوحات اللي نشوفها امامنا نور. هذول كولاج. اوكي. الكولاج هو
بيعطيني بعد تاني غير شغلي. هلا انا وقتها بشتغل يعني انا عم بشتغل كل شيء من مخيلتي، فوقت عم شوف بالمجلات عم شوف هدول الصور عم يعطوني شغلات ابعد من انا شو بفكر. تتاثري بمن حولك او بما يدور حولك يا نور؟ اكيد نعم. اكيد اي حدا بيتاثر، بس يعني مو ضروري بشكل مباشر. يعني بطريقه فنيه وتعبرين عنها باسلوبك، واحيانا بيطلعوا لحالهم يعني. أيوة. ما بكون مخطط لهم. نعم. يعني اول ما تمسكي فرشه الرسم يمكن تطلع الافكار، يعني وقت ببلش بكون حاطه براسي شيء، اثناء الشغل بصير بيطلع مشاكل، بصير بيطلع شغلات بلغي وبحط وهيك ليطلع معي. مثلا هون هذا السيري كنت عم بشتغل على علاقه عناصر على الطاوله مع الفيجر يلي موجود. فصرت العب فيهم، يعني انه مثلا اذا الكره الارضيه وقعت عن قاعدتها شو بده يصير بالفيجر يلي موجود، وشو بده يصير بالباقي العناصر. أوكي. يعني هيك شيء، يعني فيها عمق. نعم فيها عمق. خلنا نتكلم عن هاي اللوحة أيضا. هلا كمان ما بحب إني سميها وإني أحكي كثير عنها، لأنه يعني بحس إنه بدي حد من الإيماجينيشن تبع المشاهد، إنه بحب إنه كل حدا يشوف فيها شغلات. لأنه أحيانا وقت المعرض كثير تعلمت من العالم، وقت عم يقولوا لي عن القصص اللي عم يتخيلوها، يعني كثير احلى يعني. ايه عنان تماما تماما، وكثير حلو انه هن يروحوا بمخيلتهم معه. نعم. طيب نور، خلينا نتكلم ايضا عن المعارض الفنيه التي شاركتي فيها. هلا كخريجه جديده ما كثير يعني ما عندي هالكم الهائل من المعارض. هو معرض التخرج بكليه الفنون الجميله كان بالجامعه. نعم. معرض شو كان مشروعك؟ مشروعي كان حالات انسانيه. اكثر شيء صورتي في لوحاتك؟ هلا في تنتين من لوحاتي موجودين شاهدتهم يعني. ايوه. وهم كانوا من ضمن مشروع التخرج. من ضمن مشروع التخرج. نعم. كيف كان يعني ردود فعل الاساتذه، ردود فعل زملائك الطلاب عندما شاهدوا لوحاتك؟ كثير كان حلو، كثير كانوا مشجعين. بالكليه نحن كانت دراستنا كثير اكاديميه. يعني التطبيق العملي يختلف. تماما. ولانه كانت اكاديميه كان في مثل مقيدين بشغلات معينه ما فينا نطلع عنها. وقتها طلعت من الكليه واجيت على هاي الريزيدنسي تعلمت اني افتح مخي اكثر، واني ما اكون مقيده بالتعاليم يلي كثير اكاديميه يلي تعلمنا عليها. نعم. طيب نور، خلينا نتكلم ايضا، هل تعتقدين كخريجه جديده بان طريق الفن هي طريق طويله لكي تصبحي فنانه معروفه يعني في الوسط الفني وما بين الفنانين التشكيليين؟ هلا طريقي من عمري يعني طول ما لي، يعني ان شاء الله طول ما لي يعني حضل عم بشتغل وحضل عم كمل. الفكره هو انه قد ايه رح يضل الشغل معلق براس العالم، قد ايه رح يتذكروا يقولوا انه مثلا انه هي اللوحه انه اسلوبها معروف لمين. هذا يعني حيكون اهم بالنسبه لي. نعم ممتاز. طب نور، هل هناك عقبات قد تواجه الفنان التشكيلي في مسيرته الفنيه؟ هلا ما حدا بيقدر يكمل يعني ينجح لحاله، اكيد اكيد لازم يكون. هلا انا كنت محظوظه انه كان معي اهلي كثير دعموني ماديا ومعنويا. نعم. محظوظه بالجاليري اللي استقبلتني. نعم. في عقبات يعني. هلا اكيد في عقبات، يعني الواحد ما رح يقدر ينجح اذا ما في اعلام، اذا ما في حدا عم يقول له في هذا الشخص موجود. ما حيقدر ينجح اذا ما كان في عنده مورد مالي يقدر يعني يجيب يعني المواد اللي هو عم يشتغل فيها. ولا يعني، واذا معنويا الكل عم يهاجمه ويدمره كمان. يعني هو اهم شيء انه الحدا يكون الشخص فينا يكون عنده دعم مادي ومعنوي واعلام. نعم. السوشيال ميديا اكيد مالك تغنى عنها، صحيح. وسائل التواصل الاجتماعي ايضا تلعب دور كبير. صحيح. في دعم الفنانين التشكيليين وشهرتهم. طبعا اكيد مشاريعك المستقبليه في ثواني قليله ممكن تخبرينا عنها. شو عندك الان؟ اكيد رح كمل شغل في جاليري ايام. هلا انا مع جاليري ايام هي اقامه فنيه لها مده محدده.
ما بعرف إذا رح كمل أو لا معهم، بس إن شاء الله بدي أعمل ماجستير، بدي كمل ماجستير بألمانيا التعبيرية الألمانية. ما شاء الله عليك يا نور. نور بهجت طبعا أشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير لك. وطبعا لوحاتك جميلة تتحدث عنك، وأتمنى لك كل التوفيق في المستقبل. بشكرك وبشكر تلفزيون دبي على اهتمامكم وعلى هالفرصة. أهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام، رغم الطابع المتحرر لهوليوود عاصمة السينما العالمية، لا تزال المرأة فيها غير قادرة على الوقوف على قدم المساواة مع الرجل، وقد يكون الفارق في الأجور أبرز أنواع التمييز بين الاثنين، لكنه ليس الوحيد. واقع تسعى نساء هوليوود ومن يدعمهن إلى تغييره عبر أخذ زمام المبادرة في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، من كتابة السيناريو حتى الإنتاج. من واشنطن تقرير.